والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. أن يشفع في الحدود. يشفع في الحدود. إذا فيه شد يمكن أن يشفع أو أن يشفع. إيه. باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي صارت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجتهد عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال في الخطبة فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي الباب عن مسعود بن العجماء ويقال: ابن الأعجم وابن عمر وجابر. حديث حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الحدود، قال: باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. الشفاعة في الحدود يعني أن يأتي إنسان يقول: لا تقم مثلا هذا الحد على فلان، ويكون له منزلة عند الذي يشفع عنده. الشفاعة في الحدود لها يعني مرتبتان أو لها حالان: حال ما قبل بلوغ البينة إلى السلطان، وما بعد بلوغ البينة السلطان. إذا كان السلطان لم تبلغه البينة ولم يصل الذي وقع في الحد إلى السلطان، فإنه قبل ذلك يمكن الكلام في هذا الموضوع. بل إذا وصل إلى السلطان، إلى ذي السلطان، وأراد أن يتكلم عن نفسه بالاعتراف، ولأن الاعتراف إنما يتم إذا أقام عليه صاحبه ولم ينقضه، فإن نقضه يعني إذا اعترف ثم بعد ذلك كذب نفسه، فإن له أن يكذب نفسه وله أن يتراجع عن اعترافه. فحينئذ يجوز لمن حضر أن يكلم هذا المعترف، أن يراجعه، أن يقال له: استر على نفسك، أن يقال له: لعلك فعلت كذا، وأن يأخذه بعضهم على جنب يكلمونه في أن يستر على نفسه. حينئذ لا يثبت عليه الحد. أما إذا اعترف على نفسه وشهد على نفسه الشهادات التي استيقن بعدها الحاكم من وقوع الحد منه، أو بالبينة الشهود، مثل أن تسرق امرأة مثل هذه المخزومية التي سرقت، وشهد الشهداء عدل وهي بينة تامة، بعد بلوغ الإمام ليس لأحد أن يشفع، صار واجب فرضا عليه أن يقيم عليه الحد. إذن ما قبل بلوغ البينة يمكن حينئذ الكلام في هذا الموضوع، ما قامت البينة لم يجب البحث عن ما يجب الحد فيه. يعني الأصل في الحدود ليس هو أن تبحث عن المحدود هل قام بوقوع هذا الذي وقع منه ويجب عليه، لأن الحد حق من حقوق الله الخالصة، ليس للخلق فيها أي نصيب. قطع يد السارق ليس حقا للمسروق له أو منه، رجم الزاني ليس حقا للمزني فيها أو ليس حقا لأهلها، وكذلك قذف
المحصن، الرجم الجلد الذي قذف المحصن ليس حقا للمحصن، هي حقوق لله خالصة، فليس لأحد حينئذ أن يتنازل عنها. لو جاء المسروق منه وقال أنا أعفو عن هذا، تقطع يده ويسقط حق المسروق منه في الظلم الذي وقع منه، لأن المسروق منه وقع عليه ظلم. الحقوق المترتبة مثلا على السارق حق الله لأنه وقع في معصية، وهذا الحق يسقط بماذا؟ إما بالكفارة إما بالتوبة. وحق المسروق منه وهو حقان، ظلم وقع عليه لأنه وقع عليه اعتداء بغير حق، والمال الذي سرق منه حق خاص. فإذا قال أنا أسامح في حقي ولكن أريد مالي، فقد أسقط أحد الحقين واستبقى الحق الآخر. وإذا قال أنا أسامح في مالي لكن أستبقي حقي عند الله عز وجل لأنني ظلمت في هذه السرقة، فله أن يستبقي ذلك وهو غير مطالب بالمال الذي سرق، ولكن حق الله وهو قطع اليد هذا لا يسقط، هذا لا يسقطه مسخط. إذا بلغت البينة السلطان لا يسقطه. لعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يظنون أنه كما تدرأ الحدود بالشبهات يمكن أن تدرأ بشفاعة، وحينئذ بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة واستقر أمرها له وثبت الحكم، كانت امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم كانوا كفرسي رهان مع بني هاشم، يعني عشيرة شريفة عالية المنزلة، ومثل هذه العشائر أو القبائل أو العشائر الكبيرة لها منزلتها ولها ضغطها وكذا. كانت امرأة من بني مخزوم تأخذ المتاع تستعيره ثم تجحده، يعني تقول لهذا مثلا أريد منك السكين ثم تقول لم أخذ منك سكينا. على كل حال هذا الأمر الذي هو أخذ المتاع على وجه العارية ثم جحدها ليس هو الذي وقع عليه الحد، وإنما سرقت، والسرقة شيء والاستعارة شيء آخر. إذا أخذ الإنسان حاجة غيره مما هو عنده أي من الأمانة التي عنده فهذه خيانة للأمانة، وهذا الذي وقع الذي يقع هو عبارة عن اختلاس، يعني يأخذ من الأمانة من غير أن يعلم الناس، والأخذ من الأمانة يسمى خيانة ويسمى اختلاسا إذا لم يكن يعلم صاحبها. أما إذا أخذ على أعين الناس الأمر والناس ينظرون إليه فهذا ليس سرقة أيضا، وإنما هذا نهبة. وأما إذا أخذ ولم يكن مؤتمنا على ما أخذ، وإنما أخذ من بيت، أخذ من صندوق، أخذ من شيء يعني قد أحرز ولا يعلم الناس بسرقته، أو أنهم علموا لكنه لم يظهر ذلك، فهذه السرقة، هذه هي السرقة. فإذا كانت السرقة من مال المحرز، محرز يعني محمي مصون بما يصان مثله، يعني مثلا الدريهمات أنت تضعها في جيبك، ولكن المئات الآلاف لا توضع في الجيب، واضح؟ ربما الدريهمات وأنت في الحافلة تضعها في ايش بيسموه هذه، ربما في الكأس أو في كذا تضع الدريهمات، لما تمر بمخبز ولا كذا تشتري به، واضح؟ فهذه الدريهمات توضع في هذا، لكن لا تجد واحد يضع 100,000 دينار في الحافلة ويمشي فيها، فإذا سرقت هذه فقد سرقت من حرز ليس حرز مثلها، وإنما حرز ما هو دونها، وبالتالي لابد من أن تكون السرقة من مال محرز، وأن يكون في حرز مثلها، وأن يكون قد زاد عن ربع دينار، دينار ذهب يعني ربع قيمة الدينار الذي هو 4 جرامات وربع من الذهب الخالص. فإذا حصل ذلك فهذا الذي يعني يقيم السلطان عليه الحد. طيب، طلبوا من يشفع، من يشفع؟ قالوا من يجترع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة. إذن كلمه أسامة بناء على أنه يمكن أن
يدرأ الحد بالشفاعة كما يدرأ بالشبهة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب أو فخطب، فيه يعني بعض النسخ خطب، بعض النسخ اختطب، وبعضهم قال اختطب وخطب واحد، وبعضهم قال بل اختطب. هذا التضعيف يفيد التشديد في الخطبة، خطب فشدد. ثم قام فاختطب، فقال إن إيش عند اختطب ولا إيش؟ فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا الشفاعة. لمن عادة يشفع؟ بإنسان ذي شرف أو ذي مال أو ذي منصب كبير، هذه المرأة لأنها شريفة. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام تصور في هذه الأمة أنه قد يقع فيها ما يقع، ما وقع في الأمم قبلها، فحرفت الديانة بسبب ذلك. ونحن ذكرنا في المجلس السابق نصوص الكتاب المقدس والتي ما زالت على حالها، فيها ذكر الرجم، فيها ذكر الرجم. نعم، فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام. ونلحظ هنا أنه لم يذكر أن لو أن ابنتي، وإنما قال لو أن فاطمة، ولم يذكر بنت رسول الله أو بنت نبي الله، ما ذكر منصبه وإنما ذكر شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام. فقد جرد المذكورين، السارق الذي المشبه بالسارق أو الذي يعني لو أنه وقع منه السرقة، وجرد نفسه صلى الله عليه وسلم ليبين أنه في مثل هذه الحالة لا أثر للقرابة ولا أثر للمنصب الذي هو فيه. لو أن فاطمة بنت محمد، وهذا دليل على أنه ليس لأحد في الدنيا أن يستغل منصبه لرفع العقوبة عن نفسه فضلا عن رفع العقوبة عن ذي قرابته. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أيضا هذا فيه دليل على أنه لا يرفع قطع اليد بعد وصول البينة. ولو جاز أن يرفع الحد أو أن يشفع في أحد لكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أولى الناس، من مثلها في الشرف ومن مثل أبيها في المنصب، فلا يوجد منصب يحمي من وقع في الجريمة. قال في الباب عن مسعود بن العجماء، ويقال له ابن الأعجم، وابن عمر وجابر. حديث ابن العجماء فيه انقطاع. نعم، كلاهما شاهد، لكن طيب. نعم، على كل حال يعني هذا الحديث من النصوص التي تبين أن القطع ليست مسألة فقهية يمكن النزاع فيها والخلاف فيها، هو شرع الله واضح. لبعض الناس لما سئل طيب ماذا ترون في قطع اليد الساهي، قضية اليد الساهي، قال هذه مسألة فقهية. إيش يعني مسألة فقهية؟ وهل المسائل الفقه ألعوبة في أيديكم؟ ها؟ هل مسائل الفقه ألعوبة في أيدي ذوي المصالح الضيقة؟ الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فيها مجال هذه؟ من أين جاء بقضية؟ لا، قضية فيها مسألة. إيش يعني مسألة فقهية؟ من أي ناحية يعني؟ وكيف يجاب بمثل هذا الجواب؟ لا تريد أن تجيب، لا تجيب. أما أن تجيب عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن دينه بجواب يفسد على المسلمين أمر دينهم، هذه كارثة. والله لقد كدنا لأنفسنا ربما بأشد مما يكيد بنا عدونا أحيانا بهذه الأساليب التي يعني تضرب بها نصوص الشريعة بالاجتهادات وبالتأويلات الباردة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تحديد الرجم. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن داود بن ابي مسلم عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجم، ولو
كتاب الله بل كتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدون في كتاب الله فيكفرون به. وفي الباب عن علي حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر. حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يقول للناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيقول بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف. هذا حديث صحيح وروي من غير وجه عن عمر. نعم، هذا باب ما جاء في تحقيق الرجم. أيضا من الحدود المحكمة الرجم، والرجم إنما يكون على الزاني المحصن من ذكر أو أنثى. الزاني المحصن هو زان ومسلم بلغ وقع منه الزواج ولو للحظة واحدة، فهذا سواء كان استبقى الزواج استصحبه أو أنه طلق صار محصنا. فإذا وقع منه الزنا من ذكر أو أنثى فإنه يرجم، ويرجم حتى الموت من ذكر أو أنثى. وقد تقدم معنا رجم الماعز ورجم الغامدية، وكذلك الرجم المرأة التي لم يذكر اسمها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم. النصوص في رجم النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكاد تكون متواترة، بل إنه ثبت في القرآن الكريم في القرآن المنسوخ تلاوة لا حكما، منسوخ تلاوة لا حكما. والقرآن الله عز وجل أخبر في القرآن الكريم وهو محفوظ: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وفيه قراءة: أو ننسأها. وعلى هذا فالنسخ في القرآن الكريم له صور: أولا ما قبل النسخ النص المحفوظ الثابت الذي جاء وبقي على حاله، واضح، وهذا الأصل فيما بين أيدينا من القرآن غالبا. ثانيا ما حفظ من لفظ من حيث التلاوة ورفع من حيث الحكم، ما حفظ من حيث التلاوة ورفع من حيث الحكم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا النص محفوظ ومحكم لفظا، يعني يتلى تصح به الصلاة، ولكن حكمه قد رفع، ورفع بآية أخرى أيضا محفوظة تلاوة وحكما، وهو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهنالك من القرآن ما رفعت تلاوته، يعني خلاص لا يتلى، ورفع حكمه فلا يتلى تلاوة، لا يقرأ في الصلاة، وكذلك لم يكتب في المصحف، وكذلك لا يعمل به في الشريعة الإسلامية، وهو مثل قوله عشر رضعات مشبعات يحرمن، هذه نزلت ثم رفعت. والناسخ لها النوع الرابع، وهو ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، وهو خمس رضعات مشبعات يحرمن، كما جاء عن عائشة: فنسخنا بخمس رضعات مشبعات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فيما يتلى من القرآن. أي أن بعض الناس كانت مصاحفهم ما زالت، لأن كثير من الناس
بقيت مصاحفهم، لأن الكتابة لم تكن مثل زماننا الآن، ما فيه طباعة سريعة، يعني تكتب المصحف تجلس شهورا وأنت تكتب بالمصحف. فهؤلاء توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يجددوا مصاحفهم، فكانوا يتلون منها حتى تجددت وحتى استقر الأمر، فكانت مما يتلم القرآن، لكنها ليست موجودة في الطبعة في العرضة الأخيرة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، والتي استقر عليها ما أحكم من القرآن ولم يأتي عليه بعد نسخ، يعني ما لم ينسخ من القرآن وثبت وبقي هو العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، وكانت عرضتين في ذلك العام، وبعد ذلك بقي القرآن على حاله، لم يزد فيه ولم يعني ينقص منه. بقي نوع واحد أو نوعان، بقي نوعان. النوع الأول وهو الإنساء أو ننسها، وهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسيحصل في آخر الزمان، وهذا النوع الوحيد من الذي يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل إن شاء أبقى القرآن في قلبك، وإن شاء أنساك الله أنساكه، لكن أن ينسى من جميع الصدور وأن يرفع من السطور فهذا لا يحصل إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في آخر الزمان. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد قام بعض الناس في الليل فأرادوا أن يقرأوا بآية نزلت، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أردنا أن نقوم بآية كذا وكذا فلم نقدر عليها، فقال: إنها أنسيت الليلة. هذا نص أيضا عليه القرآن، أو ننسها. وقال صلى الله عليه وسلم إنه يأتي على القرآن في ليلة، أو إنه يؤتى على القرآن في ليلة، أو يسرى على القرآن في ليلة فيرفع القرآن فلا يبقى منه حرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى منه في الصدور حرف ولا في السطور رقم، فلا يبقى شيء، يعني تفتح المصحف لا تجد القرآن الكريم، يكون قد أنسي. وهذا هذه صورة من صور تكرير القرآن الكريم، لأنه إذا لم يعمل بالقرآن الكريم فمن تكريمه أن لا يبقى بين أيدي الناس، لأنه ليس بين أيدي الناس من أجل أن يجود وأن يقرأ، وإنما من أجل أن يعمل به، فإذا ترك الناس العمل به رفعه الله عز وجل تكريما له، فنعوذ بالله من إدراك ذلك الزمان. بقيت سورة واحدة وهي أن الله عز وجل إن شاء أبقى ما أراد إنزاله وأنزل غيره، إما لينزله في وقت آخر يعني بعده، وإما لا ينزله، فهذا في مشيئته وحكمته، يعني كان يريد إنزال آية معينة سبحانه وتعالى فيؤخر إنزالها لسبب. يمكن أن يكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أراد أن ينزل حكما، فربما سبحانه وتعالى رحمة بهذه الأمة لم ينزله، أو أنه تخفيفا عليها، أو أنه أجل تنزيله ثم أنزله في وقت آخر. ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي الآية وفي القراءة الثانية أو ننسأها أي نؤخرها، هذا التأخير يعني أنه قد تنزل في وقت متأخر. وهذا هذه صور صورة من صور التعامل مع القرآن الكريم في هذا الجانب. يمكن أن يكون بعض القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزل بعد أن أخره الله، كان يريد أن ينزله ثم لسبب ما فلم ينزله، وذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى، هذا لا مانع منه. هناك من الأحكام ما شرع في السماء ولم ينزل على الأرض، كيف تقولون في 50 صلاة شرعت في السماء لم ينزل بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا كله تابع لحكمة الله عز وجل. على كل حال، لعلنا نحتاج إلى هذه القضية بالذات بعد تفصيلنا كله في قضية أنه يأتيك بعض المنصرين المشيطنين، والذين يسميهم بعض الناس بالمبشرين. لا يوجد شيء اسمه المبشرون. أولا، لأن التبشير بالدين لا يكون عن طريق التلصص إلى الأرواح بالمال، تأتي إلى أقوام فقراء وتقول لهم: ندفع لكم المال على أن تتحولوا من دينكم إلى ديننا، هذا ليس تبشيرا، أنت لم تبشره بما عند الله، أنت بشرته بما عندك، وإنما هو عبدك وعبد مالك ولم يعبد الله، وبمجرد أن ترفع عنه المال سيعود إلى الدين الذي كان عليه، أو أنه سيستمر في الطمع فيما عندك ويموت على ذلك فقط.
هذا لم يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام. فالتبشير الحقيقي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنه يقول لأصحابه المال ما هو موجود، الفقر، ألا ينظر إلى الدنيا، ألا تغرهم الدنيا، ويقول لهم مع شدة العذاب اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا التبشير. الصحابة في مكة كان أحدهم إذا أسلم ماذا يتوقع؟ ماذا كان يتوقع؟ هل كان أحدهم يتوقع المال كثير؟ كان يتوقع احترام قريش له، وقريش كانت ذات سطوة في ذلك الوقت وصولة وجولة. ماذا كان يتوقع من يسلم ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ العذاب، الإهانة، الأذى باللسان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا الذي كانوا ينتظرونه، ومع ذلك يسلم الواحد منهم. لماذا كان يسلم؟ كان هناك تبشير حقيقي. هذا هو التبشير. أما واحد يذهب إلى إفريقيا ويذهب إلى أماكن ضعيفة وفقيرة ويقول نعطيكم المال وعندنا نساء وهناك كذا وبس تعال معنا، هذا ليس تبشير، هذا شيطنة، هذا عمل الشيطان. أنت تشتري من الناس ليس الذمم، الأرواح. صور لو أنك إنسان أعطيته في عمل، أعطيته دنانير من أجل أن يقدم لك خدمة في عمله، فسميت هذا رشوة، هذا اشترى ذمة الإنسان، أمانته. أنت تشتري منه روحه، تشتري منه دينه عندما تقدم. هذه أسوأ سرقة في الدنيا، لا يوجد سرقة أسوأ منها، ما في خلق أسوأ من هذا الخلق. إياكم أن تلصقوا ذلك بالدين أو التبشير. واضح؟ هؤلاء ليسوا مبشرين، هؤلاء أسوأ الناس سرقة في الدنيا. طيب، نقول هؤلاء المنصرون يقولون أنتم تقولون إن كتبنا محرفة، بل أنتم كتبكم محرفة. كيف يعني؟ أنتم تقولون إن القرآن نزل فيه الرجم، وتقولون إن التوراة نزل فيها الرجم، فإذا قرأنا وجدنا التوراة ما زال فيها الرجم والقرآن لا نجد فيه الرجم. وضحت الشبهة ولا لا؟ واضحة ولا ما هي واضحة؟ الشبهة واضحة، المهم عندنا الجواب يكون واضح. لذلك قدمت أن أنواع النسخ. مع الأسف الشديد نقول وضعوا ضغثا على إبالة أو زادوا الطين بلة. هؤلاء قوم يشترطون على ربهم من الدين ما شاءوا. أما اليهود وهم الذين يدافعون عنهم فإنهم لا يجيزون لربهم، ولا سيما بعض الطوائف، يعني بعض طوائف اليهود لا يجيزون لربهم أن ينسخ. واضح؟ إذا نزل حكم ما يسمحون لله عز وجل أن ينسخ ذلك الحكم. وأما هؤلاء المنصرون فهم ينسخون من الدين ما شاءوا، وإلا فما الذي حرف صيام شهر من سنة قمرية إلى سنة شمسية، وتحويل ذلك إلى 40 يوم بعد ما كان شهرا واحدا؟ من الذي غير الأحكام التي نزلت في ذلك الكتاب المقدس؟ من الذي لغى؟ أنتم تقولون متى؟ طيب من الذي لغى الرجم؟ من الذي يحارب الرجم اليوم؟ أليس هم؟ بلى، هم يجيزون لأنفسهم تحريف ما عندهم من الكتاب. وأما اليهود فلا يجيزون لله أن ينسخ ما شاء من كتابه. أما ديانة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أتباع موسى الذين هم أتباعه على حق، وأتباع عيسى الذين هم أتباعه على حق، فإنهم يقبلون من الله ما شاء، فإن شاء أنزل حكما ثم نسخه. نعم، أليس قد أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة فأرادوا أن يشترطوا على ربهم فزيد عليهم في الحكم، وإلا فقد كان الحكم يكفيهم لو أنه ذبحوا بقرة، فزيد عليهم في الحكم وترك الحكم الأول. قبلوا ولا ما قبلوا؟ في البداية ما قبلوا، قالوا لا هكذا لا يكفي، لابد من أن يكون مبين أكثر، وهم يريدون أن يتراخوا في الحكم لعله يسقط، فشدد عليهم وأسقط الحكم الثاني. واضح؟ كان يكفيهم أن إذا ذبحوا بقرة صفراء أن إيش؟
أن يسقط عنهم الحكم، ما فعلوا، وإنما شددوا على أنفسهم فسقط الحكم الثاني. يعني لو أنهم ذبحوا بقرة صفراء بعد ذلك لا تكفيهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. لو أنهم في ذلك الوقت فعلوا ما أمروا به ابتداء لم ينفعهم، نسخ الحكم. قابلوا النسخ ولا لا في الأخير؟ نتكلم هؤلاء الذين هم أتباع موسى عليه السلام، فلا يجوز لأحد حينئذ أن يتكلم على قضية النسخ، لأن النسخ موجود في كل الشرائع التي أنزلها الله عز وجل. عيسى عليه السلام كذلك نزل بالنسخ بعض شريعة موسى، هم يستطيعون أن ينكروا ذلك؟ لا يستطيعون، لأن هذا موجود في الكتاب المقدس والآن موجود، واضح؟ لكنهم لما لم ينتبهوا إلى أن من شريعة موسى ما لم يكتب في التوراة، وجاء عيسى عليه السلام مخالفته، لم يعلموا أن هذا من الأمور التي نسخت، ونحن لا نسمي هذا تحريفا، واضح؟ وكذلك ما نزل من القرآن الكريم ثم نسخ ورفع، هذا ليس تحريفا، هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، وهو الذي أوحي إليه ذلك. ولذلك لا نجد في كتاب الله الرجم، ولا يجوز وضعه في كتاب الله، ولو جاز ذلك لفعله عمر، يعني قال إن كرهته، لولا أني كرهت أن يزاد في كتاب الله لا أثبتها في المصحف، ما بيجوز. لأنه فبقول لك لا، هو كره. إيش يعني كره؟ يعني كرهه كفرا، يعني لو فعله لكان كفرا. الله عز وجل لما ذكر أنواع الجرائم التي منها الشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، وقتل النفس، وقتل الأولاد، والزنا، وأكل مال يتيم، وأكل مال يتيم، والمشي في الأرض خيلاء، وأن يقف ما ليس له به علم إلى آخره، قال كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها. إيش يعني مكروه؟ يعني منه الكفر، ومنه الكبيرة من كبائر الذنوب، ومنه الفاحشة من الفواحش. فلا يفهم الدين، لا يفهم الدين إلا إيش؟ إلا بمصطلح أهله وبعرف أهله، وليس بعرف من شاء أن يفهم كما يشاء. هذه الشبهة لابد من أن تحفظوها، أن تحفظوا الرد عليها حتى لا تبقى الإشكالية، تحفظون أنواع النسخ حتى تعرفوا هذا الجواب. طيب، ذكر حديث عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقي المنبر وخطب. ليش خطب؟ خطب بالناس، خطب في فقهاء الناس. وكان هذا بعد حجة عمر، كان عمر في الحج سمع من قال في الناس إن خلافة أبي بكر كانت فلتة، وإنها لن تكون الخلافة بعد عمر فلتة، وإني لن أقبل كذا. المهم أنه عمر رضي الله عنه أراد أن يتكلم، فشاور عبد الرحمن بن عوف، قال لا تكلم الآن، تجد دهماء الناس وكذا، ولكن إذا وصلت المدينة ففيها فقهاء الناس وفيها كبارهم. فلما وصل إلى المدينة، أول ما وصل المدينة قام على المنبر فتكلم كلمات، وهي رؤوس في كلمات الدين. من هذه الكلمات كانت هذه الخطبة، هذه خطبة من الخطب، قال فيها إن الله بعث محمدا بالحق فأنزل عليه الكتاب. وهذا الكلام واضح بأنه يريد أن يحقق الرجم. لذلك إيش بواب الإمام الترمذي رحمة الله عليه في هذا الباب؟ باب في تحقيق الرجم، حتى تعرف أن هذا حق. قال فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، وما قال وما كان فيما كتب في القرآن الكريم، لأنه أنزل عليه ما لم يكتب، وأنزل عليه ما كتب ثم رفع، وأنزل عليه ما كتب وأثبت، كل هذا مما أنزل عليه. قال فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، إذن هذا مما أثبت حكمه وإن رفعت تلاوته. وإني خائف، وحقيقة أنا أفضل كلمة رفعت التلاوة أو نسخة التلاوة على كلمة نسخة اللفظ. اللفظ ليس هو الذي وقع عليه النسخ، فهو كلام الله، يعني كلام الله لا يتحول من كلام الله إلى ما ليس بكلام الله، وإنما الذي يتحول أنه يتلى ولا يتلى فقط، لا يتلى، لا يكتب في المصحف، لكنه يبقى كلاما لله عز وجل. الآن من النصوص التي أو من الروايات التي وردت في نص هذه الآية هي الحديث الذي فيه ذكر النص، والزانية عفوا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فتشبه آية السرقة، يعني
بينهما تشابه. قال: وإني خائف أن يطول بالناس زمان. وهذه الكلمة لابد أن نحفظها. من الذين لا يطول عليهم الزمان مهما طال؟ أهل الحديث، لأن أهل الحديث طال الزمان أو لم يطل فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد من أن يتدارسوها، حتى لو بقوا مئات وملايين السنين فهم يستمرون على هذا حتى لا يضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظ الحديث بعمل أهل الحديث. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. قالوا: إني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة، أو كان حمل أو الاعتراف. إذن في عندنا يعني وسائل إثبات وجوب الرجم، إما البينة، وهي شهود أربعة رجال عدول كلهم رأى ما حصل بوضوح كما يلج الميل بالمكحولة. الثانية الاعتراف، يأتي الرجل أو تأتي المرأة تقول: أنا وقع مني الزنا. طيب إيش الزنا اللي وقع منك؟ ما يكفي هذا الكلام، لابد من أن يصرح: هل لعلك قبلت؟ لا، لأن كل هذا يسمى زنا. لعله وقع منك مداعبة ليس فيها إتمام الفاحشة. فإذا صرح وشهد على نفسه فإنه حينئذ يثبت في حقه الرجم. والثالثة الحبل، والحبل الذي لا تعروه شبهة، يعني حبل لا تعروه شبهة. أما الحبل قد يكون من اغتصاب، قد يكون من شيء آخر، فلا بد من أن لا تعروه شبهة. وعلى كل حال الاعتراف يمكن أن تعروه شبهة فيتراجع المعترف، والشهادة البينة العدول واحد منهم يتراجع بعد ما شهد تسقط الشهادة، وكذلك الحبل تعروه شبهة، وكل هذه أيضا تعروه شبهة. وأما تطبيق الحد في الإسلام فإن المعروف والمشهور أنه لم يطبق إلا بالاعتراف. واضح؟ وهذا يقتضي أنه لم يقم الحد على إنسان مكرها، أنه ما قام هذا الحد على إنسان يكره الرجم، ما قام هذا الحد إلا على إنسان هو راغب أن يرجم. أنت إيش علاقتك؟ أنت لماذا تقول هذا مخالف لحقوق الإنسان يا صاحب الكتاب المقدس؟ تخالف كتابك من أجل حقوق الإنسان؟ ها؟ ها؟ حلو هذه، ليش زعلان؟ أنت لماذا أنت مغتاظ؟ من أي شيء مغتاظ؟ طبعا أنت يعني الشيطان يلعب برأسك. الرجل ماعز قال: أنا أريد أن تقيم عليه الحد. قال: لعلك قبلت. قال: بل زنيت يا رسول الله. الصحابة يقولوا له يعني حاولوا معه: استر على نفسك. الرجل يريد أن يقام عليه الحد، ما الذي تريدونه؟ وشهد على نفسه أربع شهادات، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبيك جنون؟ يعني ماذا تريد أكثر من هذا؟ وأمرهم فاستنكهوا، يعني شموا ريحته، بل يكون الرجل سكران، سكران والله ما به شيء، رجل عاقل وصاحي ومؤكد الموضوع عدة مرات، ماذا تريدون؟ ومع ذلك لما أزلقته الحجارة وأراد أن يهرب قال: لو تركتموه. والمرأة الغامدية لما قال لها لما قالت: لعلك تعيدني كما عدت ماعزا، والله إني حبلى من الزنا، جبت له دليلين: اعتراف وإيش وحبل، وهذا هذول بينتين مع بعض، ماذا يريد بعد ذلك؟ خلاص جاءت بنفسها، فأمرها أن ترجع حتى إيش تضع، فذهبت ووضعت ورجعت وقالت: أنا وضعت. فأمرها أن تذهب حتى إيش حتى ترضع، حتى تفطميه، ففطمته ثم رجعت. كان صحيح مسلم أنه رجعت المرأة وفي يد ابنها كسرة من خبز. عارفين ليش جايب كسرة الخبز في يد ابنها؟ حتى تقول له: يا رسول الله يعني ما بيحتاج أبدا، حتى الأكل بيأكل بيده، ها؟ لا ترد لي، بدي أنا. فتخيل قديش قعدت هذه المرأة وهي مصرة أنها بدها ترجم، كم؟ يا سلام، يعني أنت تتكلم عن إنسان مصر. أنا أعرف الرجم، مش أنا جاهل والله هذا الرجال. أنا بعدين سألتك عن ماعز، أنه ماعز لا ترجعني مثله. إذن هي تعرف ماعز وتعرف كيف وقع الرجم عليه وتعرف كيف أنه أذلقته الحجارة وعندها علم بكل شيء ومصرة بدها ترجمه. أنتوا ليش زعلانين؟ لماذا لا تريدون أن تقيموا حد الله على الإنسان؟
وهو خير لهم من أن يمطروا 40، لأن في موقعه وفي موضعه وفي محله. واضح؟ في سنة يعني في الإفرنجي في سنة 73 كان هناك ندوة أو مؤتمر، ولعله كان مؤامرة باسم المؤتمر، لكن السحر انقلب على من؟ على السحر. فكان من فرنسا بروفيسور قس، وكان من ألمانيا ومن كل دولة، واحد من أرباب الأديان، وكان من المملكة السعودية أحد المشايخ وليس أعلم من فيها. فأرادوا أن يتكلموا في قضية الأديان، فهذا الفرنسي قال أنتم تشوهون الإنسان بقضية قطع اليد، ليش تقطع اليد في السرقة؟ طبعا تعرفون هؤلاء الناس لا يعترفون بأنه نزل في كتاب الله، مع أنه موجود في كتبهم، لكن دعونا من هذا. فقال له أنتم عندكم سرقة؟ قال نعم. قال كم عندكم في السجون؟ قال آلاف. قال له طيب كيف تحصل سرقة؟ قال إما تحصل سرقة يعني واحد بيسرق من واحد، أو يقتله، أو يدخل مجموعة فيسطو مسلح، إما أن يسرقوا ويخرجوا مع إرعاب الناس، أو يقتلون من يقتلون ويخرجون، وإذا حصل اشتباك يحصل قتل مجموعة من الناس ثم يسجنون. قال عندنا ما يحصل هذا أبدا، ولا أحد يسرق ولا أحد يقتل. إذا مررت بالمحال التجارية تمر وهي مفتوحة، الناس حينما يأتي وقت الصلاة يتركون المحلات مفتوحة، يضعون فقط ستارة ويذهبون إلى الصلاة ويتركون المحلات، الإنسان يشعر بأمان. إذا ذهبت إلى هناك ستشعر بالأمان، تشعر بالأمان على نفسك، وما عندنا في السجون الأعداد هذه التي تتكلمون عنها، ولا نقطع الأيدي ولا شيء، لكن هذا الحكم موجود، لو أن إنسانا سرق يقطع. فإذا أردنا أن نحسب من الذي يشوه الإنسان ومن الذي يضر بالإنسان، فهو الذي يترك أناسا يقتلون الناس من أجل أن يسرقوا، فإذا أراد أن يعاقبهم عاقبهم عقوبة غير رادعة، فيعود مرة ثانية ويقتل، أيهما أشد؟ فبهت الذي كفر. أي نعم. الشاهد من كلام لو طبقت الحدود يا إخواننا لمنعت الجرائم. أليس صاحب المال الذي سرق منه له حق؟ أليس له حق؟ لماذا نحن لماذا تتركون أصحاب الأموال يخافون يعيشون في رعب شديد في حراسة أموالهم؟ الإسلام حرس أموالهم بطريقة مختلفة، أولا بأنه حرم السرقة بحيث هناك وازع الداخلي، أصلا الإنسان لا يستطيع أن يسرق حتى لو كانت سرقة ما فيها عقوبة. ثانيا أنه وضع عقوبة، وهذه العقوبة غالبا لا تحصل، لأنك تحتاج إلى شهود وتحتاج إلى كذا، وهناك شروط في السرقة، قد يكون نهبة، قد يكون اختلاسا، قد يكون خيانة، المهم أنه لابد أن يكون سرقة، وأن يكون النصاب، وأن يكون من حرز مثله إلى آخره. واضح؟ الأربع شهود إذا أحدهم، الأربع شهود هذا في الزنا، نعم، إذا أحدهم تراجع الثلاثة كلهم يقام عليهم الحد، متراجع ولا غير المتراجع؟ إيه، لأنه بعد أن قذف تراجع. إذا لابد من أن حتى نحمي جميع الشهود من حد القذف، أن يصروا جميعا إلى أن يرجم الزاني، أما إذا تراجع واحد منهم جلدوا جميعا. واضح؟ وهذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه، وأسقطت شهاداتهم، حتى واحد منهم قال أنا يعني بعد هذا اليوم ما بي رغبة في شهادة، أصر على شهادته وقال لك حتى ما تشهدني مرة ثانية على أي شيء. نعم، والله أعلم. طيب، الله المستعان. ذكر هنا روايتين، هذه رواية من الروايات، وإن كانت جاءت متأخرة عند أخينا أبي مالك عند طبعة بشار. الرواية الثانية أنه قال عمر رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر ورجمته، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدون في كتاب الله فيكفرون به. إذن إنكار الرجم كفر. واضح؟
طيب لو أن إنسانا لم يعلم بوجود هذا الرجل أصلا، يعني ما إنسان جاهل دخل الإسلام جديدا، أو إنسان جاهل، أو إنسان مغيب، ها؟ فحينئذ نقول الذي غيبه يتحمل الإثم، اللي بيقول مسألة فقهية هو الذي يتحمل الجناية عن هؤلاء. وقالوا في الباب عن علي حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عمر. طبعا الحديث هذا جاء في الصحيح عن عمر فلا إشكال فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجم على الثيب. حدثنا رسول الله عليه وعلى واحد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعاه من ابي هريره وزيد بن خالد وشبه انهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاتاه رجلان يختصمان، فقام اليه احدهما وقال: انشدك الله يا رسول الله، فما قضيت بيننا من كتاب الله؟ فقال خصمه وكان افقه منه: اجل يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله واذن لي فاتكلم. ان ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامراته، فاخبروني ان على ابني الرجم، ففديت منه بمئه شاه وخالد. ثم لقيت ناسا من اهل العلم فزعموا ان على ابني جلد مئه وتغليب عام، وانما الرجم على امراته هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة شاة والخالق والخادم رد عليك، وعليه أجلد مئة وتغليب عام، واغذي القيس على امرأتها، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معه قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب باسناده نحو حديث مالك بمعناه. وفي الباب عن ابي بكرة وعبادة بن الصامت وابي هريره وابي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن محبق وابي برزة وعمران بن حصين. حديث ابي هريره وزيد بن خالد حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك وانس ومعهم وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورووا بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا زنت الامه فاجلدوها، فان زنت في الرابعه فبيعوها ولو بالوطير. وروى سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد وشبه قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن ابي هريره وزيد بن خالد وشبه. وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة ادخل حديثا في حديث. والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيد وابن اخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا زنت الامل. والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الاوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا زنت الامل. وهذا الصحيح عند اهل الحديث. وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، انما روى شبل عن عبد الله بن مالك الاوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح. وحديث ابن عيينه غير محفوظ، وروي عنه انه قال: شبل بن حابل، وهو خطا، انما هو شبل بن خالد، ويقال ايضا شبل بن خليل. حدثنا قتيبة قال: حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن الحسن عن فرقان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة ثم الرجل، والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. قال: حديث صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن ابي طالب وغيره كعبد وعبد الله بن مسعود وغيرهم، قالوا: الثيب يجلد ويرجم، والى هذا ذهب بعض اهل العلم، وهو قول اسحاق. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابو بكر وعمر وغيرهما: الثيب انما عليه الرجم ولا يجلد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
مثلها في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر له رجل ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم، ويعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد. صاب وقت الرسول. على كل حال، قال: باب ما جاء في الرجم على الثيب. وهذا الباب تضمن الرجم وبيان أن الرجم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله مصحوبا بالجلد، وجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بدون الجلد. وذكر في هذا الحديث أو في هذا الباب أحاديث، منها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل. أما هذا الحديث فإن ذكر شبل في هذا الحديث غير محفوظ، بل هو أخطأ فيه ابن عيينة، فإما أنه غير موجود أصلا، لأن شبلا هذا لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث المفروض أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك حصل وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه إنما جاءت روايته عن عبد الله بن مالك الأويسي، وبالتالي فشبل ليس هو الذي حضر وإنما من فوقه. على كل حال، الحديث ذكر شبل بن خالد مع أن ابن عيينة هو من الطبقة الأولى، بل بعضهم جعله هو أوثق الناس في الزهري، ومثل هذا الأصل أنه يقدم على غيره، ومع ذلك فقد وقع منه مثل هذا الخطأ. وتعلمون هذه الأخطاء في نظر الناس غير مهمة، الحديث صحيح والراوي موجود، كل شيء صحيح، فقط هي قضية أنه أسقط راويا وإلا الحديث بقي على صحته وشهدت له بقية الحديث. أهل الحديث هذا الأمر لا يمضي عندهم هكذا، لابد من أن يبينوا كل شيء، وعلى الذي يأتي بعد ذلك أن يتصرف، ها؟ لكنهم لا يتركون شيئا إلا ويبينونه. هذا يدل على كم تعب أهل الحديث حتى وصل إلينا مثل هذا الحديث على هذه الصورة. بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن الحمد لله. قلنا إن ابن عيينة رضي الله رحمه الله وهو من هو في العلم وفي الإتقان، إلا أنه زاد على أبي هريرة وزيد بن خالد شبلا، وشبل هذا لم يكن ممن حضر هذا المجلس لأنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. كيف عرفنا هذا؟ الذين رووا هذا الحديث عن الزهري غير سفيان بن عيينة لم يذكروا مع أبي هريرة ومع زيد بن خالد أي أحد، وإنما ذكروا فقط أبا هريرة وزيد بن خالد، وإنما دخل على ابن عيينة حديث في حديث، ثم استدل على ذلك بأسانيد، منها الأول: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب، ومالك عن ابن شهاب هو أتقن الناس عن ابن شهاب، قال عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى، إذن بدون ذكر شبل.
الثاني حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعنى أيضا هذا إسناد آخر ليس فيه ابن عيينة وشهد للأول بأن شبلا ليس موجودا في هذا الحديث وهؤلاء حفظوا الحديث على الوجه الصحيح. طيب نأتي إلى الحديث الذي هو محفوظ على الوجه الصحيح بدون ذكر شبل مع التنبيه إلى أن شبلا ليس موجودا فيه. وفيه أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إلي أحدهما فقال أنشدك الله يا رسول الله أنشدك يعني أسألك وأذكرك يعني فيه معنى السؤال والطلب وفيه معنى التذكير وفيه معنى التشديد في التذكير. لما قضيت بيننا بكتاب الله أو لما قضيتنا بكتاب الله ولما بمعنى إلا يعني إلا قضيت بك وقد جاء في بعض الروايات وردت على هذا النحو كما في الصحيحين إلا قضيت بيننا في كتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه وكان أفقه منه إما لأن الراوي عنهم كان يعلم هذا أو لأن الأسلوب يعني النبي عليه الصلاة والسلام مفروض أنه إذا قيل له اقضي بيننا أنه ماذا يفعل؟ سيقضي بأي شيء؟ بكتاب الله. فقضيت أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله لا تحتاج إلى هذا التشديد على النبي عليه الصلاة والسلام فهو لن يفعل إلا ذلك. وأما الذي هو أفقه فقال وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم. إن ابني كان عسيفا على هذا عسيفا أي أجيرا وهذا الولد كان أجيرا عند هذا الذي جاء بالشكوى وكان أجيرا على أمور امرأته امشغل الرجل في حاجة امرأته ولذلك جاء في بعض الروايات كان عسيفا في أهل هذا يعني وهذا من أسباب وقوع مثل هذه الإشكالات أن تشغيل الرجال عند النساء الاختلاط هذا ما ظنت وقوع مثل هذه المصائب. فيأتي واحد يقول لك طيب الرجم وكذا طيب ماذا تريد أنت الذي أوقعت نفسك بهذا لماذا تفتح مثل هذا الباب؟ أهي الحرية؟ طيب قال فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم وابنه كان إيش؟ كان أعزب الأعزب ما عليه رجم أن على ابني الرجم. قال ففديت منه بمئة شاة وخادم ظن أنه طالما عليه الرجم يعني مثل واحد بيكون عليه قتل قصاص أو كذا فيفتدي منه بالدية بيدفع الدية فدفع لهم يظن أن الرجم هو حق لمن لأهل لولي المزني بها وهذا غير صحيح. قال ففديت منه بمئة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابن جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأة هذا يعني الذي ينبغي أن يرجم امرأة هذا فأخذ من المال ها؟ طيب قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد عليك. رجعت المئة شاة والخادم. بعض الناس يقول لك يعني المرأة حملها إثم أكثر من نعم هذه متزوجة وهذا أعزب والشرع يقتضي أن المتزوج محصن وأن عليه الرجم وأما الأعزب ما عليه إلا الجلد والتغريب. قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغدو يا أنيس. اغدو يا أنيس أنيس الأسلمي هو عامل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على جماعة معه يذهبون ويأتون إلى تلك المرأة امرأة ذلك الرجل واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. طيب إذا ما اعترفت ما بيرجمها واضح الأمر. قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها. طيب قالوا في الباب عن أبي بكر عن أبي بكر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة إلى آخره جميعها شواهد وصحت إلا حديث أبي ذر عفوا أبي بكر اللي هو أول حديث إلا حديث أبي ذر مش موجود نعم
هزال لكنه مرسل صح. نعم على كل حال كلها شواهد مع المقال في بعضها إلا حديث أبي بكر الصديق. طيب قال حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح. لأن ما ذكر معه شبلا ليش؟ لأن صحيح أنه لا يوجد شبل في هذا الحديث. قال وهكذا روى مالك. الآن هذه الطريقة الثالثة أيضا للتوكيد على أن شبلا ليس موجودا. قال روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري، يعني نتكلم أنه جماعة كل هؤلاء رووا عن عبيد الله بن عبد الله. مين عبيد الله بن عبد الله؟ هو ابن عتبة بن مسعود. عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. لاحظ الآن هذا الإسناد نفسه فيه رواية ثانية، فيه رواية ثانية، حديث آخر جاء بنفس الإسناد وهو إذا زنت الأمة فاجلدوها. هذا حديث آخر. والإمام الترمذي يرى أن سفيان بن عيينة أخطأ فجعل هذا الحديث مكان ذلك الحديث. واضح؟ طيب قال أنه قال إذا زنت الأمة فجلدوها، فإن زنت في الرابعة، طبعا الحديث فجلدوها ثم إن زنت الثانية فجلدوها ثم إن زنت الثالثة فجلدوها، فإن زنت الرابعة فبيعوها ولو بضفير، وفي رواية ولو بحبل من شعر. إذا زنت الأمة يعني رجل عنده أمة فهو يؤدبها بالجلد في بيته، لا تحتاج إلى الرفع إلى السلطان، وهذا ظاهر الحديث. وأما أهل العراق فإنهم قال، طبعا اختلف في هذا أهل العراق وأهل الحجاز، أهل العراق يرون أن الجلد أو أن إقامة الحدود تكون فقط للسلطان سواء كان حرا أو كان عبدا أو أمة. وأما أهل الحجاز فإنهم يأخذون بهذا الحديث وغيره من الحديث، وعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام مالك في موطئه عن جمع أنهم كانوا يقيمون الحد على العبد في موضعه، فيجلدون الأمة 50 جلدة إذا وقعت في الزنا ولا تحتاج إلى رفعها إلى ذي السلطان، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وأجاب العراقيون عن هذا الحديث أنه يعني إذا زنت أحدكم فليجلدها، فلا يكتم أمرها، يعني يجلدها يعني أنه يعرضها للجلد وإقامة الحد ولا يكتم أمرها، فهذا هو التأويل الذي رد به ظاهر هذا الحديث. طيب قال وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، وحديث ابن عيينة وهم، وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل فيه حديثا أو أدخل حديثا في حديث. إذن الحديث الذي فيه ابن شبل هذا هو حديث إذا زنت الأمة فاجلدوها، وليس حديث إن ابن هذا كان عسيفا على ذاك أو على هذا. قال والصحيح ما روى الزبيدي ويونس، هؤلاء تلاميذ من؟ ها؟ يونس بن يزيد الأيلي والزبيري، محمد أحمد بن ها؟ الزبير، مين من؟ تلاميذ الزهري. قال وروى الزبيري ويونس ابن أبي ابن يزيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأويسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة، يعني إذا زنت الأمة، فالحديث وارد عن شبل هذا عن عبد الله بن مالك الأويسي إذا زنت الأمة. وهذا الحديث أيضا ورد من طريق من أيضا الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد إذا زنت الأمة فاجلدوها، فجمع الحديثين وروى بهما حديث إيش؟ حديث العسيف. واضح؟ هذا هو وجه الوهم في هذا. قال وهذا الصحيح عند أهل الحديث، وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طب وين وجه الإشكالية؟ قد يكون مع قوة حفظ الإمام سفيان بن عيينة وقع منه هذا الشيء، هناك اشتراك بين زيد بن خالد وشبل بن خالد والحديثان معا كلاهما رواه. واضح؟ فهنا دخلت الإشكالية. قال إنما رواه شبل عن عبد الله بن مالك الأويسي أو الأوسي عفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو حديث ابن عيينة غير محفوظ، وروى عنه طبعا غير محفوظ يعني بهذا الإسناد، ولا هو الحديث محفوظ بغير هذا الإسناد. قال
وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ، إنما هو شبل بن خالد، ويقال أيضا شبل بن خليد. والحديث الذي بعده حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني. هذا الحديث إنما ورد بعد نزول الآية في سورة النساء، في سورة النساء، واللذان يأتيان واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. إذن هذا السبيل مذكور في القرآن الكريم، ولذلك قال العلماء إن هذا ليس نسخا وإنما هو بيان، لأن السبيل مذكور واضح، فما جاء شيء يغير الحكم، إنما جاء شيء يبين، لأن القرآن ذكر سيكون هناك سبيل، وبالتالي جاء الحديث وبين السبيل فليس نسخا، وإلا فهو نسخ، يعني إما يكون نسخا وإما يكون إيش بيانا بدل النسخ. قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. والسبيل هو الطريق التي يخرج عن الحكم الأول إلى الحكم الآخر، ومثل معه نعم. قال الثيب بالثيب، أي زنا الثيب بالثيب، جلد مئة ثم الرجم. إذن هذا الحديث جمع بين إيش الـ 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 نعم، والبكر والبكر جلد مئة ونفي سنة. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن قال هذا قاله في أول الأمر، والدليل، لأن بعض الناس يقول أين دليل النسخ، لأنه قال قد جعل الله لهن سبيلا. إذن أول ما نزل الحكم في كلمة قد جعل الله لهن سبيلا فهذا متقدم قطعا، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب رجمه، الجلد مئة والرجم، هذا يدل على أن هذا إنما نزل في أول الحكم. فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الرجم على ماعز وعلى الغامدية وعلى امرأة الرجل بدون الجلد، دل ذلك على أن هذا منسوخ أو أنه موكول إلى الحاكم إن شاء فعله وإن لم يشاء. وكانت هذه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يعني الجلد مع الرجم. ثم ذكر أيضا بعض أهل العلم الذين قالوا الرجم وحده، وهم كما قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وغيرهما، الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد، إلى آخر هذا. قال وهو يعني ذكر أن العمل على هذا عند بعض أهل العلم إلى آخره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.